أصحاب البصائر تقدم. عالم العالم والسحر والسحر والسحر. الأخوة الكرام، الأخوات الكريمات، مرحبا بكم معنا في برنامج عالم الجني والسحر. كنشكر جميع الإخوة والأخوات على التشجيعات ديالهم وعلى التعليقات ديالهم وعلى المشاركة ديالهم معنا في البرنامج، وكذلك بعض الاقتراحات ديالهم. في الحقيقة داكشي كله اللي كيقترحوا الإخوة غنحاولوا نهضروا عليه إن شاء الله دقة دقة، كل حاجة غتجي في وقتها. بلا ما ننسى الشيوخ ديالي والاساتذه ديالي الفقهاء اهل الفضل والعلم اللي عاونوني لانجاح هذه الحلقات من برنامج عالم الجن والسحر، واخص بالذكر الشيخ الجليل محمد سيدي وكذلك الحسن مدواني. هادو هما الشيوخ ديالي الحقيقيين اللي كنتمنى لهم التوفيق والنجاح والبركه في العمر، وسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بعلمهم. إخوة الكرام، قبل ما ندخلوا الحلقات اليوم كان واحد المسألة خاصنا نفهموها. كنا هضرنا ذاك الأسبوع على الفرق بين الجن والشيطان، بغينا نعطيه واحد السؤال ونجاوبوا عليه. هذا الجن اللي هو من جنسه خرج الشيطان، واش هذا يعني النسب، واش كيضر بالجن بصفة عامة أو لا؟ الجواب لا، لأن كاينين شياطين الإنس وشياطين الجن كما مذكورين في القرآن الكريم. إذن هذا الاسم ديال الجن الذي يطلق على الشياطين لا يضر بالجن المؤمن بأي شيء، يعني الجن المؤمن هذا الاسم ديال الشيطان ما كيضره حتى حاجة. إذن هذا الشيء اللي بغيت نزيده في ذاك الشيء اللي ما ذكرتش في الحصة الماضية. الحلقة ديال اليوم التعريف بالسحر. السحر. 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 التعريف بالسحر، اول حاجه بعدا واش كاين السحر ولا ما كاينش. الا كاين هذا السحر، واش اي حاجه عندنا فيها مشكل بسبب هذا السحر؟ وخصنا نعرفوا القدره اللي كاين عند هذا السحر، الا كان هذا السحر له وجود، لان كما كتعرفوا الاسم ديال البرنامج هو عالم الجن والسحر. اذا خاصنا نشوفوا هذا السحر واش كاين ولا ما كاينش. كما كنوعدكم دائما الا بغينا نهضروا في شي حاجه كنجيبوا الادله النقليه ثم الادله العقليه. الادله النقليه الكتب ديال السماء، كتب يعني السماويه اللي تسمعوا عندي. الادله النقليه عرفوا راه كنقصد بها القران والكتب المحرفة اللي ما كان أمنوش بها احنا المسلمين، لأن ربي قال لنا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه. إذن خصنا نشوفوا الكتب السماوية أشنو تيقولوا في هذه المسألة. ودائما ما تنسوش واحد القضية، بأن ملي تنجيب الكتب السماوية وتنهضروا عليهم راه ما كنهضروش عليهم إيمانا بهم، يعني ماشي كان أمنوا إيمانا صادقا بداك الشيء اللي كان في هذه الكتب اللي تنبحثوا فيهم، وانما كنجيبوا هذوك الامور باش نعرفوا بان جميع الديانات هضروا في هذه المساله. اذا شنو هو السحر في اللغه العربيه؟ ما معنى سحر؟ المعنى ديال السحر باللغه العربيه الاخوه هي تغيير الاشياء. يعني ندرجوا دائما، علاش انا تنهضر بالدارجه المغربيه؟ لان هذه المواضيع يعني لاحظت الناس دائما ما تهضروش فيها بدقه عاليه، وكيهضروا فيها الناس باسلوب الوعاظ وأسلوب يعني البلاغة، وكيستعملوا بعض المصطلحات التي لا يفقهها الشباب في هذا الوقت. السحر باللغة العربية هي واحد الحاجة ما كيناش وكيتخيلها الإنسان
بأنها كاينة. هذا هو السحر، يعني تغيير الحقيقة إلى خيال، أو بالأحرى تغيير الخيال إلى حقيقة. يعني يقدر يسحر لك مثلا العيون، تشوف مثلا شي حاجة كاينة وهي ما كايناش. يعني مثلا كيعطيك ورقة تتولي الفلوس، ومن بعد تبدلها ترجعها كما هي. إذا أعطيتكم غير مثال بسيط بالنسبة للغة العربية. وبالنسبة للإصطلاح، يعني السحر هو استخدام بعض الأشياء أو بعض الطقوس اللي كتبدل الحاجة، يعني ما تتخليهاش في الأصل ديالها، ولا يتم ذلك إلا بإذن الله. إذا غنشوفوا الكتب السماوية القادمة اش تيقولوا على السحر. تيقولوا بأن أول واحد سحر، أنا كنقصد دابا التوراة والإنجيل اللي هما محرفين، أنا تنبحث فيهم مزيان. كيقول لك أول واحد سحر هو إبليس، سحر الأدم وحواء وخرجهم من الجنة. يعني تيقولوا بأنه السحر باش خرج آدم، يعني باش خرج آدم من الجنة، يعني إبليس جاء سحر الأدم وحواء وخرجهم من الجنة. وهذا الكلام كما كنقولوا دائما لا يصدق ولا يكذب، وإنما حنا القرآن قال لنا آدم عصى الله سبحانه وتعالى وغوى وكلام الشجرة، هذا الشيء اللي غنكتفي به. إذن أش من علاقة بين الجن والسحر؟ علاش الجن والسحر هما مرتبطان؟ واش كاينه واحد الطاقة بوحدها هي اللي كتسمى السحر؟ واش الجن هو سحار؟ واش الإنس اللي كيتعامل مع الجن هو سحار؟ واش العمل اللي كيكون ما بين الجن والإنس هو السحر؟ هادشي اللي غنعرفوه دابا وبشوية عليكم، وصبروا معنا وما تقنطوش، وحدة وحدة غنستفدوا جميع. كنا قلنا في الحلقة الماضية بأن كاينة الطاقة النورانية والطاقة الشريرة بالنسبة للجن. إذن هذه الطاقة الشريرة هي الشياطين. إذن السحر كاين مادام مذكور في الكتب السماوية، ومذكور في القرآن، ومذكور في الحديث النبوي الشريف ديال السبع الموبقات، وكاين آية في سورة البقرة باقي غنهضروا عليها في الحصة المقبلة، هي اللي غنهضروا عليها إن شاء الله، نعرفوا شكون هما هذوك هاروت وماروت، واش الجنون، واش الملائكة، واش غنهضروا إن شاء الله على هاد واش البشر، غنهضروا إن شاء الله على هاد جوج الأسماء في الحلقة المقبلة إن شاء الله. يعني ما دام السحر مذكور في الكتب السماوية، ومن بينهم أجل الكتب وأعظمها هو القرآن مذكور فيه السحر، راه السحر كاين، راه موجود. لكن كاين اللي تيقول لك السحر سيدي هو كان شحال هادي ولكن ما بقاش، والدليل على ذلك كيستدل على أنه يعني ورد في الماضي، يعني قال موسى ما جئتم به السحر وكذا، يعني هذوك الآيات اللي تذكروا السحر ديال العيون. وكاين اللي تيقول لك سحر واحد اللي كاين هو السحر ديال العيون، وكاين اللي تيقول لك يعني كيصغروا دائرة السحر. ولكن احنا دائما الهدف ديالنا واحد الحاجة خصنا نعرفوها، ما نعظموش السحر فوق قدرة الله عز وجل، وما نستهنوش به لديك الدرجة اللي نقدروا نتصابوا به وحنا في دار غفلون. إذن السحر عرفناه دابا، هضرنا عليه. واش السحر يعني كاين السحر القوي وكاين السحر الضعيف؟ واش بصح نيت يعني سحر اليهود هو أصعب السحر، ولا سحر النساء، ولا سحر البابليين، ولا السحر هو سحر واحد؟ الجواب على هذا السؤال الإخوة الكرام هو سحر واحد، ما كاينش الفرق لا بين اليهود ولا بين البابليين ولا بين النساء ولا بين الرجال.
كان الفرق في واحد الحاجة، السر هو هنا في التقرب. حيت ما معنى السحر؟ يعني أنا دابا غنفهمكم مزيان شنو هو السحر. السحر هو هذا الجن، شيطان ملعون، يعني الطاقة الشريرة كتحط واحد القواعد. باقي غنهضروا على الأصل ديال هاد القواعد منين جاو، كيفاش توصلوا البشر إن شاء الله إلا وفقنا الله وبقى يعني بقينا في الحياة. الجن هذا، هاد الشيطان هذا كيحط واحد القاعدة، واحد الطقوس، واحد الأمر. يعني تيقول لك الشيطان إلا قمتي بواحد العمل من الأعمال الخاصة به راك غنقضي لك الغرض ديالك. يعني المعنى ديال السحر هي التعامل مع الجن من أجل الضرر أو النفع. بعض الخطرات حتى النفع راك يكون بالسحر. يعني هذا هو السحر. السحر هو يتعامل الإنس مع الجن، بنادم البشر كيتعامل مع الجن، والجن كيحط له واحد القاعدة، كيطلب منه واحد الطلب، إلا درتي لي هذا الشيء غنوقف معك. ويقدر يجيك حتى عن طريق العبادات، يقدر يقول لك صوم 10 أيام ونقضي لك هذا الغرض. ولكن هذا الصيام واش صمتي لله بنادم؟ لا، صمتي باش الشيطان يخدم معك. يقدر يقول لك صلي 20 ركعة، يقدر يقول لك صدق المبلغ الفلاني، يقدر يقول لك شرف الله ومسامعكم نجس المصحف، يقدر يقول لك سير التواليت تقرأ فيها الفاتحة 1000 مرة ولا آيات الكرسي 20 مرة. يقدر يعطيك شي حوايج اللي ما يقبلهمش العقل ديرهم. إذن هنا خاصكم تعرفوا بأن السحر ماشي كيكون بالطريقة ديال اليهود ولا الطريقة ديال النساء ولا الطريقة ديال يعني ديال هادو اللي كيسميهم الفقهاء. يعني السحر كيتقوى بالتقرب للشيطان، ما حد الإنسان كيتقرب للشيطان، ما حد السحر كيكون قوي. إذن بكل سهولة البعد من الرحمن والتقرب إلى الشيطان، هذا هو. ولكن واحد النقطة خاصنا نفهموها مزيان، يعني الشيطان السحر راه ما تينجحش الإنسان السحر، ما تينجحش الإنسان السحر، أقولها للمرة الثالثة، راه ما يمكنش ينجح لك السحر ويخدم ويتسحر بنادم حتى تكفر بالله عز وجل. مجرد تكفر بالله عز وجل السحر راه تينجح لك وتيخدم. هادو هما الأدلة يعني النقلية، لأن القرآن كاين الآيات تقول فيها الله سبحانه وتعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان إلى آخر الآية، راه هي في سورة البقرة. نزيد نوضحوا واحد النقطة هي أساسية، مسألة تزكية النفس. شحال من واحد فينا دابا يقول لك أودي أنا راه أنا كنقوم الليل، أنا راه كنصلي، أنا راه دايرة النقاب، أنا راه عندي الحياة، أنا الحمد لله كنصلي الصلوات الخمس، وكي كيعظم هذوك الأعمال ديالو وكيقول لك بأنه أنا ما غنتسحرش. لا يا أخي، هذا خطأ. تقدر تسحر وخدت دير هذا الشيء كله، حيت لابد من الغفلة، لابد من الخطأ. النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو أشرف المخلوقين تسحر، كاين اللي يقدر يقول لي تسحر باش يعلمني العلاج. أنا ما كان صدقش هذا الجواب وما كان أمش أنا بهذا الجواب. علاش؟ علاش غيتسحر النبي صلى الله عليه وسلم باش يعلمني العلاج؟ راه أوتي جوامع الكليم عطاه الله سبحانه وتعالى علم الدنيا والآخرة، يعني علم الدنيا والدين. راه كون كان يعني هذا السحر يعني ما كيتعلقش بالقدر الكوني ما غيتسحرش، يعني هو غيعطينا العلاج بلا ما يتسحر. ولكن هذا دليل على أن هذه المادة اللي كينكروها واحد المجموعة من الناس راه كاينة من بين الناس اللي تصابوا بها الأنبياء عليه السلام. وغنرجعوا الإسرائيليات، كاينين في الإسرائيليات اللي تيقولوا بأن أيوب عليه السلام هذاك البلاء اللي تصاب به هو بالسحر،
وزكاه بعض المفسرين في القرآن من خلال أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، يعني مادام ذكر أيوب عليه السلام الشيطان إذن هذا استدل بأنه سحر. إذن مسألة تعبد دي الله سبحانه وتعالى شيء، والإصابة بالسحر شيء آخر. ولكن ما ننساوش وما تنساوش وما ننساشت أنا معكم بأن فضل العبادة وذكر الله عز وجل والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى أراه كيحمينا من المضاعفات ديال هذاك السحر. نقدر أنا نتصاب بالسحر مثلا وكان صلي وكان دي الأذكار وكان قرأ القرآن وكان دي الأدعية ونتصاب بالسحر ويخفف عليه العلاج مزيان. واحد تنبيه آخر، إلا كان زعما هاد الشيطان الملعون كيصيب غير يعني الناس اللي خايبين، إذن راه حتى هو باغي الخير للبشر، والعكس صحيح. هو الشيطان اللي جينا شنو تيدير؟ هادوك الناس الأتباع ديالو راه ما كيتصابوش بالسحر، ما كيتصابو حتى حاجة، يعني هو كيبدا يجرجر في بنادم حتى لآخر لحظة عاد كيبين العيب ديالو. إذن إلا كان هاد الشيطان هذا باغي الخير لبنادم وكيترك يعني الناس اللي ما يعني اللي بعاد على الطريق هما اللي تيتصابوا واللي في الطريق ما كيوقع عليهم والو، راه الناس كلهم غير رجعوا للطريق. الا كنت انا ما كنصليش وما كان يعني الا كنت انا يعني الا كنت انا كنصلي وما كيجينيش السحر وكنصوم وما كيجينيش السحر ونترك الصلاه يجيني السحر ونترك الصيام يجيني السحر، اذا هنا راه مساله مزيانه، يعني غنرجع لطريق الله مباشره وغنتحفظ من السحر. يعني هذا هو الاشكال. ولكن لا، يعني راه المؤمن كيتبتلى، الابتلاء ديال المؤمن فيه خير، يعني اذا تبتلى الانسان بالسحر وهو مؤمن راه خير كثير. اول حاجه بعدا غيستافد من ذكر الله عز وجل، قراءه القران الكريم، يرقي نفسه بنفسه، يقدر يمشي عند شي راقي اللي كيخاف الله عز وجل يقرا عليه القران ويدير الاذكار ويحارب الشيطان حتى يولي بخير وعلى خير. لكن الا كان هذا الجن دابا هذا الشيطان هذا الاتباع ديالو هما اللي كياديهم، راه اذا شي مكان، حيت الشيطان دائما كيبين لك بان الطريق ديالو كلها ميسره وكلها رطبه حتى كيجي الاجل عاد كيقول لك اني بريء منك. اذا الاخوه بان لي هذا الجزء الاول يعني من التعريف بالسحر طولت فيه شي شويه، غيبقى عندنا الجزء الثاني وغنعطيه واحد الخلاصه ديال القول هنا، انه السحر راه موجود، راه في الاصل ديالو يعني لا يتم الا باذن الله، الانسان ما كيتسحرش الا باذن الله، وهاد السحر هذا راه عنده قوه كبيره وصعيبه ومجهده بالدارجه ديالنا، راه يقدر يقتل، يقدر يفرق بين المراه ورجلها، يقدر يفرق بين الابن والاب ديالو او الام والبنت ديالها، ويقدر يدير ركود الاعمال، ويقدر يدير ركود يعني اي حاجه العنوسه يعني تعطيل عن الزواج، يقدر يدير العقم، ولكن هذا الشيء كله لا يتم الا باذن الله. اذا الحصه المقبله غنزيدو نوضحوا هذا المساله ديال السحر، التعريف بالسحر، ونشوفوا انواع السحر واقسام السحر. ونتمنى تنال هذه الحصه او هذه الحلقه الاعجاب ديالكم. معكم اخوكم المهدي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.